السلام عليكم الأخوات، اليوم جيتكم تاني بوصفة أو طريقة اللي نديرو بها الكاوكاو أحسن من الشارع اللي ناكلوه تاع الزنقة. يجي مقرمش كيما تاع، نقدر نقولو كيما الإخوة تاعنا جنوب الصحراء، يجي ولا أروع. أنا دايما نديرو في الدار كيما راكو تشوفو هنا الكاوكاو. أنا دوكاتك نغسلو واحد جوج مرات باش نحيلو الغبرة. هاوليك الأخوات، هادي تشليلة الأولى راني درتو في إناء باش نغسلو. هكذا وصل بيدك غير هكذا شويه برك. هذه التشليله الثانيه كما راكم تشوفوا، والكوشة راهي تسخن. انا بعد ما شللته زوج مرات كما راكم تشوفوا هكذا، نحيتو كاع الماء تاعو، نقيته بالطبع. انا غير مكونين نتحصلوا على كاوكاو ولا اربع مقرمش او مقرمش كما يقولوا، فيه الملح وفيه الماء، واحد ربع كاس تاع الماء والملح. نديروا له واحد جوج مغارف كبار بيان بومبي تاع الملح. هكذايا نديرو الماء ربع كاس، يجيك ولا اروع. ديرها في الوسط في الكوشة دوك، هكذا جوج مغارف بيان. خلطيه، خليه مدة حتى تشوفي الملح تاعك بدا يدوب فيه، ومن بعد هاديك تفرغيه في سنيوة. كلك اخواتي شوفو، بعد ما خليتو حوالي نص ساعة كيما راكو تشوفو، هاو الملح داب. هاوليك دوكا انا هنايا نديرو نفرغو في سنيواس. درت الجورنال هكذا ونفرغ ونزيد الورق هذا تاع ورق الزبده، ولا باسكو انا قلت علاش قلت لكم هذا منه ورق راهو صحي ما نخافوش. الجورنال باسكو فيه لونك وكايتيك، كي درت هدايا باش يطيب تاني يجي طيب ثقيل كيما نقولو. دوكا انا ندير الكاوكاو هكذا نزربعو في سنيوة. كيما قلت لكم انا الكوشة راهي شالة على اعلى درجه، من بعد نقص لها دانا متوسطه ونخليه في الرف الوسطاني. وكي تشوفي خدا لون ذهبي شباب، وكي تدوقيه تشوفيه يقرمش تماك خلاص طاب. يجي ولا اروع، وما يجيش لاصق فيه الملح. هاوليك شوفي داب فيه الملح، يجي غير حاجه قليله تاع الملح البنه. هذه هي دوك انا ندخلو الكوشه ونولي لكم ان شاء الله. هاوليك بعد مرور نص ساعة كيما راكو تشوفو، هاوليك هنا نواسيه لي خاف تسخانة، تواسيه بالمغرفة تقل به باش يطيب لك بيان بالطبع. وكيما راكو تشوفو هاوليك الملح ملح محكمش فيه بزاف. هاوليك ديجا هكدايا مازال ما خدا لون ذهبي، نزيد ندخل ليه تاني دوك بعد ما قلبتو هكذا. دوك نعاود ندخلو الكوشة باش يزيد ياخد اللون. هاوليك ما يلصق لا الملح لا والو فيه. هاوليك كيما راكو تشوفو. هاوليك الاخوات، بعد ما جات ساعة بالضبط تاع طيابو على نار متوسطة في الوسط، يطيب على غردو جاي يقرمش طيب في قلبو وما يلصقش. شوفي الملح اللي درناه هاوليك زاد هبط، وهو شوفي ما كانش كاع الملح هذاك الحجر اللي ما فينا ناكلو في الزنقة، تاكلي غير الملح تاعو. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتدعو لي بالخير، باسكو والله العظيم كي تجربوه تعرفوا شاني حابه نقول لكم. جا في قلبه طيب بالطبع كيما درنا في الكاوكاو، نديروه في اللوز نفس الشيء بالقشورو ولا بلا قشورو، تبعوا برك المرحله. و زعما الا كان كيلو تاع كاوكاو ديري نص كاس تاع ماء في واحد حوالي 3 مغارف تاع ملح وديرهم. انا هنا عندي واحد حوالي تاع 250 غرام تاع الكاوكاو، هذه هي. ولا رطل تاع كاوكاو نفس الكميه، ميم فرط الكاوكاو تقدري ديري زوج مغارف تاع ملح في ربع كاس تاع الماء، اما في الكيلو تضعفي 3 مغارف ملح في نص كاس تاع ماء. هذه هي. دعموني في قناتي وصفات واذواق، وتبارطاجيوها. وراني حل فيسبوك عفوا نفس الاسم تاع القناة تاع اليوتيوب، قناة وصفات واذواق، وبارطاجيوها. وش نقول لكم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.